اول كل حلقه لازم نعمل دقيقه يوجا. انت لازم تعمل يوجا معلش الحلقه تبوظ. لا لف كده. يا جماعه احنا بنصور يا استاذه. مساء الخير. ممكن بس في البدايه نلمس شابوهات؟ نلمس احنا بالله عليك الكاميرا اهي. والله لفي بالله علي. النهارده هنتكلم على الابراج. الابراج انت بتفهم في الابراج؟ يعني مش قوي. طيب انت برج ايه في الاول كده؟ جوزاء. والله ما اعرفش. انت مواليد شهر كام؟ 3. طب وثلاثة ده بيبقى برج ايه؟ ما اعرفش، مش مهتم بالابراج اصلا. طب انت صفاتك مثلا تدي على برج ايه؟ انا قلت لك ان انا ما اعرفش في الابراج. هو يدي على برج ايه؟ دلو مثلا. انت جردل؟ اقل حاجه عندي. برج السرطان. وانت؟ القوس. ايه؟ القوس. القوس. وانت؟ الميزان. انت الميزان. طب حلو قوي، نبتدي بالسرطان. ايه اهم مميزاتك يا سرطان؟ تعرف تعد؟ عد. يلا بينا، يلا نعد يا نبيل مع بعض. عندك انا ام سالم مثلا. حنون جدا. حنون. حنون. العذراء. قال يا ترى انت عذراء فعلا؟ لا طبعا، اتجوزت الحمد لله خلاص. انا اصلا ما بامنش بالابراج، ما بامنش بحاجه اسمها ابراج اصلا. يعني انا اللي بؤمن ده شغل، ده اكل عيش. ما اعرفش مثلا. هو استاذ شادي قال لي انزل اسال على موضوع الابراج وبتاع، فنزلت سال. انا ما اعرفش. روح تسال كده على طول. ده استاذ شادي. استاذ شادي اكيد المخرج بقى. ده الكباره ومخرج بس. لو انت دلوقتي هتختاري برج ترتبطي بيه يعني ولد، تختاري برج ايه؟ سرطان برضو طبعا. انت عايز واحده حنونه برضو؟ لا، ما هبقى انا حنون مع واحده اسيا معايا، مش عيب. مش هينفع، مش هيلف. طب قول لي الابراج كده عشان مش. وايه اللي اقول لك الابراج؟ حضرتك داخله محل. يلا لا اعتقد الجدي برضو زي الجدي برضو زي هنبقى متفاهمين. لا ده هيبقى في ملل. ملل من ناحيه ايه؟ يعني انتوا الاثنين صبورين، تبقوا عايزين تتناقشوا في حاجه وتفضلوا قاعدين ساكتين، اللي هو عادي يعني. مش الجدي مثلا او صار. جدي. اسمه الجدي. الجدي. العقرب. شكله كده يخوف. انت عايز نسيبنا بقى من الهري ده كله ونسال بقى الاسئله اللي بجد. بجد بقى المره دي؟ بجد. خلاص يبقى نقلب الوش اللي بجد بقى. نقلب الوش اللي بجد. ظبط بس القميص. نقلب الوش اللي بجد. لو هنخترع برج جديد، انت هتخترعه تسميه ايه؟ والمواصفات بتاعت الناس اللي فيه تبقى عامله ازاي؟ السور. مش الثور، السور. اشمعنى السور يعني؟ اقول لحضرتك، بيعبر عن حيطه واقفه بتاخد صدمات. ايا كانت الصدمات، ما بتتحركش، بتسكت. أيه. ولا بتنطق. يا ابني انت مالك يا ابني؟ ما تعيط احسن. العيب بيريح. ربك يا زماني يا اواني. في برج الكلب. برج الكلب. ده اللي بيبقوا في برج الكلب دول بقى مواصفاتهم ايه؟ هتبقى اكيد مواصفات زي الزفت. ناس عناديه، ما بتفكرش، غبيه، غبيه قوي. وده يبقى برج معظم الرجاله. برج الحصان. وبحب الناس الرايقه. دي رقصه الحصان ولا دي رقصه ايه؟ انا عارف، بتمشي وخلاص. برج البركان. برج البركان. نولع في الناس اللي احنا مش عايزينها بصراحه يعني. حسبت تاني وتالت واتخضيت، ببص في المرايه كم شعرايا بيضه لقيت، وابويا هو اللي لسه بيصرف على البيت. دخلت بيتي وشي الفجر عيلتي كانت نايمه، كفنت نفسي تحت البطانيه. خلاص بقى ما تصحهمش، بس خلاص. بس ده ننفعله قوي. يلا يا نبيل.